كنتذكرها الدموع ديالي كيهبطوا، اللي هي الزوجه ديالي فاش جات دير عندي الزياره تم التحرش ديالها من طرف موظفين ديال اداره السجون، بغاو يفتشوها تفتيش اللي ممنوع قانونيا ان في اداره السجون مراه هي اللي خصها تفتش مراه، العكس انهم باش يستفزوني ويمرضوني نفسيا ويخليوني نكره ونحقد ويكبروا فيا هذا النوع من 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 الحقد والكراهيه بالتعذيب ديالهم، هو ان مشاو للزوجه ديالي وبغاو يفتشوها، اللي كان عندي الرد ديالي هو المنع والحرمان ديالي انني ما نشوفش الزوجه ديالي والابنه، لانه كان انتقام من هذا النظام الديكتاتوري، هذا النظام العلوي الصهيوني اللي خلانا اننا نوصلوا لهذه الحاله، اللي اصبحنا ابناء ذاك الوطن مهجرين من الاوطان ديالنا من ذاك التعذيب اللي عشناه من طرف ذاك النظام الديكتاتوري لنظام حق اننا نقولوا فيه نظام صهيوني بامتياز، نظام اللي ما عندوش رحمه، نظام اللي كيخلق من شباب مازالين كيتسناو المستقبل ديالهم، كيتسناو انهم يعيشوا الحياه ديالهم، اليوم كنعيشوا بساكنه مرفوض وكنجريو انحاء العالم اللي كتخلي دول اخرى هي اللي كتفتح لنا الاوطان ديالها باش ندخلوا ليها، هذا شنو الذنب ديالنا؟ هو اننا كنطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هي مشروعه، اللي عيب وعار في الدول الديمقراطيه ان اليوم شي شي شي, شي دوله تخلي الابناء ديالها يتكلموا على مستشفى ولا جامعه ولا الحق في الشغل ولا الحق في العيش الكريم، العكس اننا ولينا كنطالبوا غير اننا نتنفسوا، ان الاكسجين اصبح ممنوع في ديك الدوله الديكتاتوريه، الدوله اللي عندها خلفيه ديال 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 الاعتقال والانتقام، الحكم ان ما عندهمش حكمه وما كيفهموش شنو هو المواطن انه وعى ووصل باش يتكلم على حقه، الوسيله اللي عندهم وسيله ديال 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 الانتقام من من من, من التاريخ ديالهم هو يغتلوا ولا يعتقلوا ولا يهجروا، وهذا الشيء اللي وقع معنا، داروهم لينا بثلاثه، غتلوا فينا الرحمه.